دكتور، أولا كيف تسير الأمور في حملتكم الانتخابية قبل أيام قليلة من انطلاق ماراثون الانتخابات؟ والله الحمد لله الأمور ماشية بطريقة طيبة على المستوى كل المستويات، يعني على مستوى الحملة احنا منظمينها وموزعين القطر المصري قطاعات، وفي مدير للحملة ومنسق، وفي متحدث رسمي، وفي من تحتيهم بقى حسب قطاعات الجمهورية للمحافظات، وفي إدارة مالية ومراقبة ومتابعة، فالمسائل موزعة وماشية الحمد لله. إلى أي مدى وجود قاعدة جماهيرية قطعا لحزب الوفد الجديد في كل محافظات ومدن مصر، إلى أي مدى ده كان عامل مساند وداعم للحملة؟ هو حزب الوفد الحقيقة بينفرد ما بين كل الأحزاب في مصر أن له قاعدة جماهيرية وله تاريخ، ولينا لجان محافظات في كل محافظات مصر 27، ولجان محافظات وداخلها تحتها لجان المراكز والمدن، فالانتشار والناحية القاعدية موجودة وبنتعامل وياها، فدي ميسرة لينا يعني. وفي التواصل بقى ما بين اللجان وما بين إدارة الحملة. من خلال لقاءاتكم مع القواعد الحزبية، لقاءاتكم مع يعني المنتمين أو المتعاطفين مع حزب الوفد، أي مدى لمستم أن هناك إصرار من القواعد الحزبية ومن أعضاء الحزب على خوض غمار هذه الانتخابات وأن يكون الحزب مرشحه رقما صعبا فيها؟ هو برضو أول حاجة يعني يمكن الحمد لله إحنا ما بنخدش حملتنا الانتخابية بس يعني مع الوفدين فقط، لأن شيء طبيعي إحنا دي حملة رئاسية، حملة قومية، فالمسألة بتتجاوز الخريطة الكبيرة دي، بتتجاوز شيء طبيعي مسألة الناحية الحزبية، وانضم لينا. وأنا لما أعلنت إن أنا يعني وفديين، أقول وفديين في مصر مش هم فقط اللي ليهم عضوية، لا ده قطاع كبير جدا، لا يعني أقول بدون مبالغة إن الشعب المصري يكاد يكون كله وفديين حتى بالميراث، وده حزب الأمة، فالحقيقة انضم لينا وبيساعد ويانا وبيقوم بدور جيد حتى اللي ملهمش عضوية في الحزب، وإن شاء الله هتكلهم عضوية بعد مرحلة الانتخابات، فالمسائل ماشية مع الوفديين ومع من هم ليست لهم عضوية في الوفد ولكن مقتنعين بالفكرة ومقتنعين بالدور اللي احنا وبالمسؤولية اللي احنا تحملناها في المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. طب هل في أحزاب أو طائرات أخرى ليبرالية كان هناك اتفاق أو تنسيق معها؟ هو كان في دعوة يعني اتبعتت لي من أكتر من شخص، والأمر وقف لغاية الدعوة بس، هم يعني شخصيات مستقلة ولا شخصيات لا حزبية؟ لا لا هي لها ممثلة الأحزاب. ممثلي أحزاب. بس احنا الحقيقة فضلنا ان احنا نقاء دعوتنا، وان احنا متجهين لهدف واضح بالنسبة لنا، وقلنا اللي هينضم يبقى تحت لواءنا على طول، يعني ما ينفعش عمل دلوقتي اتفاق ولا ديل مع أي حزب. فهذه الدعوة الصريحة يعني خلت الكل كده منتظر. طيب هذه الانتخابات هي انتخابات تعددية، ربما هي تكون الانتخابات التعددية الخامسة في تاريخ مصر العريق منذ 52 في الانتخابات الرئاسية. كيف ترى مدى التنافسية وشدة التنافس في هذه الانتخابات؟ والله أنا أتكلم يعني وبكرر اللي بقوله، إن إحنا الحقيقة يعني إحنا دخولنا الانتخابات كان قرارنا إحنا رقم واحد، ووجدنا من الجهات الحقيقة سواء الأمنية أو أي جهة الجهات الحكومية يعني تيسير، ما لم نجد أبدا أي معاكسة أو عراقيل، ولا حتى مع الهيئة الوطنية الحقيقة المسائل في تيسير وفي حسن تعاون، ده اللي بنشوفه. يعني قرار خوض انتخابات كان قرارا وفديا خالصا، كان وما زال قرار حزب الوفد، ولم حزب، وانا بكلمك دلوقتي
حزب الوفد ما خدش من حد حاجة ماديا أو معنويا؟ لا معنويا بعدم المعاكسة، عدم وضع العراقيل. الحقيقة ما فيش مشاكل معانا. ماديا لا بالمرة، وماديا التمويل من ميزانية الحملة بعيدة عن ميزانية الحزب تماما، هي بيتحملها الناس الوفديين المتحمسين لفكرة خوض الانتخابات، ولها ميزانية مستقلة تماما عن ميزانية الحزب. طيب على الأطراف الأخرى، هناك مرشحون آخرون، أي الأرقام أو أي من هذه الأسماء ترى أن حزب الوفد سيخوض معها منافسة في هذه الانتخابات؟ لا احنا الحزب الوفد ينطلق ولا إلى الأمام ومحدد طريقه، الآخرون يعني ربنا يوفقهم.